بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. النهاردة هتكلم مع حضراتكم في اهم حلقة في 2023 قبل اجتماع البنك المركزي، وهقول لحضراتكم على اللي هيحصل دلوقتي حالا واللعبة اللي هيلعبها لحضرتك على حضرتك البنك الاهلي وبنك مصر في الساعات القليلة القادمة. لازم تسمع الفيديو للنهاية، لانه لو ما سمعتش الفيديو للنهاية ممكن حضرتك تضيع نفسك بالشهادات اللي هيتم الاعلان عنها حالا في حوالي ساعتين او ثلاثة، ودي الشيء الوحيد والشهادات الوحيدة اللي هتشوفوها في الايام القليلة قوي القادمة قبل الاعلان عن الشهادات الكبيرة، ودي هتكون اللعبة اللي هيلعبها عليك البنك الاهلي وبنك مصر واحتمال كمان يكون بنك القاهرة. النهاردة طبعا حضراتكم عارفين انه النهاردة هيكون الاعلان عن نتائج اجتماع البنك المركزي، هيكون في الاعلان عن حاجات كتيرة جدا، بس زي ما كل المؤسسات البنكية توقعت هيتم الاعلان عن رفع الفايدة ما بين 200 ل 300 نقطة اساس. امبارح سمعنا تصريح خطير جدا 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 جدا، وكان عن لسان رئيس بنك مصر، مش هو اللي قاله لكن خبير اقتصادي تاني عن لسانه هو اللي قال التصريح. تصريح شبيه بالتصريح اللي سمعناه قبل شهادات 25%، قال انه البنك الاهلي وبنك مصر هيرفعوا بس الفايدة، لو تم رفع الفايدة في الاجتماع من قبل البنك المركزي هيرفعوا بس الفايدة على الشهادات العائد المتغير فقط. البنك الاهلي وبنك مصر وكمان بنك القاهرة موجود فيهم شهادات بعائد متغير لما يتم دورية صرف العائد، اعتقد كانت ربع سنوية، انا مش شاغلني الشهادة ولا هقول لحضرتك اصلا هي كانت كام ولا بقت كام، بس هقول لحضرتك بعد اجتماع البنك المركزي فورا حضرتك هتشوف انه هيتم الاعلان عن شهادات بقت 21% لمدة 3 سنوات. طبعا هو ليه هنا هيعمل كده هقول لحضرتك، ودورية اعتقد صرف العائد فيها ربع سنوية، هيلعب اللعبة دي وهيقول الكلمتين دول، والتصريح كان امبارح كان عشان خاطر حضرتك تسمعه. اول حاجة هو بيلعب على اكتر من عامل، اول حاجة احتياج الناس للعائد الشهري، احنا كده كده كنا بناخد العائد الشهري ومش عارفين نكمل بيه الشهر، فانا هعمل ايه الشهر اللي جاي واللي بعده. تاني حاجة هي نفسية العميل وخوفه بانه ما يكونش فيه شهادات تانية، وان دي تكون نهاية المطاف، والشهادة 21% دي اعلى حاجة فيها، وخصوصا بعد التصريحات السلبية اللي كان بيصدرها لحضرتك في الايام الماضية. طيب انا هعمل ايه؟ هقول لحضرتك لازم تكون عارف انه كانت مدة شهادات الحساب الشهادات بتاعت ال 18% السنة اللي فاتت كانت ما بين 50 ل 60 يوم، يعني هو لسه معاه دلوقتي مدة، في ناس شهاداتها مش هتنزل غير في آخر الشهر القادم، فلازم تكون عارف انه ممكن ما نشوفش شهادات النهاردة وبكرة والأسبوع اللي جاي كمان. ممكن يكون عايز يختصر من المدة ما بين 10 أيام ل 15 يوم من أيام نزول من أيام استحقاق الشهادات، علشان خاطر يقدر يلحق آخر عميل الشهادة بتاعته هتنزل في الحساب الشهر في بدايات الشهر اللي بعد القادم. طبعا الناس هتروح للبنوك هتسأل الموظف، بمجرد ما يسأل الموظف مش هيعرض عليه غير الشهادة اللي هي اللي قلت لحضراتكم عليها دي ال 21%، والناس لما تدخل على الابليكيشن بتاع البنك مش هتلاقي غير شهادة ال 21%، لما يتصل بخدمة العملاء مش هيلاقي غير شهادة ال 21%. طبعا جهل العميل بالمعلومة او خوفه او العامل النفسي اللي اتكلمت مع حضراتكم عنه هيخليه ممكن جري بسرعة يروح للشهادة ال 21%. انا بقول لحضرتك دي كلها لعبة لا اكتر ولا اقل، اوعوا تنخدعوا في اللعبة دي واوعوا توصلوا للشهادات دي، 21% دي شيء غير متوقع اطلاقا، دي كده مش الشهادات الجديدة، دي شهادات الكوريدور اللي مرتبطة كمان بالبنك المركزي، ده من الطبيعي. وكمان على فكرة الشهادات دي كمان تبع الشريعة الاسلامية، عائد اسلامي هو المتغير بيكون كده. انا كمان مش بنصح اي حد ابدا 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 يعمل شهادة عائد اسلامي، مش المقصود في عائد اسلامي، اقصد عائد متغير. لازم تكون دايما عارف انه اسوأ شهادة ممكن حضرتك تعملها هي شهادة العائد المتغير. هو في الطبيعي والمنطقي ان شهادة العائد المتغير بترتفع مع كوريدور البنك المركزي، انا هقول لحضرتك انه شهادة العائد المتغير بتمشي حسب كيف البنك مش اكتر، وعلى فكرة حضرتك ماضي على ده، ماضي على انه هو المتحكم في سعر الفايدة سواء ينزل ولا يطلع،
عملها 20، عملها 21، غيرها تاني بعد كام شهر، حضرتك ما شفتش ما تعرفش. هو دايما بيبقى العائد متغير، يعني هو معاه حجة انه يعمل اي شيء في الشهادة. ليه حضرتك تربط حاجة زي كده؟ خلي بالكوا ال 21% لمدة 3 سنوات كمان هيكون عائد متغير. زي عايز تقولي دي الشهادة الوحيدة اللي هتكون موجودة، والطلب بتاع حضرتك بتاع 26% لمدة 3 سنوات موجود امام على طاولة الاجتماعات النهاردة في البنك المركزي. يبقى احنا هننتظر الساعات القليلة القادمة وهنحذر بعض. خلي بالكم دي مش الشهادات اللي هتكون موجودة، دي شهادات هو حاططها كده موجودة عشان تبقى أعلى حاجة للناس اللي مش هتقدر تصبر في الأيام القادمة. ممكن أتصرف في فلوس من أي باب ومن أي مكان ومن أي حد لحد ما تصدر الشهادات الجديدة. ما تستعجلوش لأن ده هيخسر حضراتكم كتير جدا. كمان الحاجة التانية، 100 مرة قلت يا جماعة اوعوا تروحوا تاخدوا الفلوس وتعملوا بيها نفس الحكاية بتاعت السنة اللي فاتت. اللي سمع الكلام السنة اللي فاتت واشترى ذهب بجزء كبير من فلوسه او بجزء من فلوسه وخلى جوه محفظته الاستثمارية جزء من الذهب، السنة دي كسب 300% وحضرتك لسه واقف عند ال 18% لكل 100,000 جنيه، وهو كسب 200,000 جنيه لكل 100,000 جنيه. السنة دي هننوع استثماراتنا زي ما اتكلمنا في الحلقات الماضية. وتاني حاجة، لازم يكون في جزء في محفظتنا الاستثمارية من الذهب. الذهب هيوصل لقيمة غير مسبوقة والدرجة غير مسبوقة. مش بنصح بأن حد يشتري في أوقات ذروة زي دي، بس هو من المتوقع في الأيام القادمة، وخصوصا لو حصل تعويم النهاردة هيبقى الذهب يعني كسب مع حضرتك 5 جنيه و6 جنيه اللي هو فرق التحوط في أيام قليلة قوي. بس برضو لسه هرجع أقول تاني، حضرتك مش هتشتري الذهب وتقعد تستناه أيام وبعد كده تبدأ تبيع وتقول لي كسب وخسر، كده حضرتك بتضارب وانا مش ليا علاقه بيك. انا بقول لحضرتك لو هتستثمر في الذهب وفلوسك دي كانت مستثمره ومحطوطه في البنك، اضمن لحضرتك انه لو صبرت عليها سنه زي ما تصبر على الشهاده سنه هتحقق في الشهاده. لو كانت 30% لكل 100,000 جنيه هتحقق 30,000 جنيه، والناحيه الثانيه هتحقق لكل 100,000 جنيه ما يقرب من 100 او 90,000 جنيه ويمكن اكتر من كده كمان بحسب السوق واللي بيحصل. انا قلت لحضراتكم كتير عن موضوع الذهب. كمان اذون الخزانه يا جماعه، لازم لازم يكون في محفظه حضرتك الاستثماريه جزء من اذون الخزانه، وهاخد العائد استثمره في الشهادات الجديده. ما تجروش ما تستعجلوش، المده معاه 60 يوم، هو معاه مده 60 يوم، ممكن يحاول يقلص المده شويه وينتظر على اصدار الشهادات الجديده عشان اللعبه دي زي ما قلت لحضراتكم بس هيكون معانا مده طويله. هدوا اعصابكم وطولوا بالكم شويه، احنا الشهادات المره دي مش هتبقى 20 يوم و28 يوم زي ال 25%، لا هتكون ازيد من 50 يوم. خلي بالكم من الحكايه دي. الحلقه دي اهم حلقه ممكن تشوفها في 2023، ما تضيعش فلوسك. خلي بالكم من اللعبه دي، ما تخليهوش يلعب على نفسيتك ولا جهلك بالمعلومه. دي مش الشهادات القادمه ودي مش الشهادات النهائيه، ولا دي الشهادات اللي البنك معدم عليها، ولا دي اللي الشهادات اللي هيتم اصدارها في الايام القادمه. 21% دي شهاده اصلا كانت موجوده هتمشي مع كوريدور البنك المركزي فهترتفع، دي شهاده قديمه، دي مش الشهادات الجديده. حبيت الحق ناس كتير منكم عشان عارفه انكم هتقعوا في الفخ ده النهارده، وبعد كام ساعه هتفهموا الكلام ده لما يتم الاعلان عن الشهادات دي، او انه يجي لحضراتكم رسائل على الموبايل، او انه حضرتك تتصل فيقول لك، او تدخل على الابلكيشن فتلاقي دي اعلى شهاده متصدره لحضرتك. اتمنى كده يكون الفيديو كان مهم بالنسبه لحضراتكم، ويا ريت تعملوا شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتقدر تستفيد من المعلومه. اشوفكم فيديو جديد وخبر جديد في امان الله.